تم بعون الله تعالى الوصول الى حاجز العوارض، وهو الان السوار ترصد حاجز العوارض باذن الله سبحانه وتعالى. الله اكبر والعزه لله. الله اكبر. حلب حاجز العوارض، حلب حاجز العوارض من منطقة الشيخ مقصود، والشيخ مقصود هي الآن بإذن الله محررة. الله أكبر والعزة لله. وهو حاجز العوارض تحت مرصد قناصاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى.